طب ايه يحيى طلع يستحمى احنا نزلنا بالمنظر ده كده؟ هو ده منظر جزار ده؟ لا امال ده ايه؟ ده منظر شياكه؟ يا لعبه يا معلم. كل سنه وانت طيب. طب هتسلم على الناس الطيبه هو ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا ايه؟ ايه؟ معانا ايه؟ فرح. فرح؟ سميته فرح؟ ايه؟ انا بجد ماشي. كل سنة وحضراتكم بخير، عيد سعيد علينا وعليكم. متعودين كده احنا كل سنة مع بعض في عيد الأضحى إن شاء الله بنذبح الأضحية مع بعض. نذبح كل عيد خالص، ما جبناش ولا بعض. إن شاء الله السنة الجاية هنجيب بعض. بنعيد على بعض يعني، وبنحاول نشاركهم معانا كل اللحظات بتاعتنا. ده بيبقى زي تحيه وكده وبطريقه موده لكل اخواتنا ان هم بيبقوا عايشين معانا يعني برضه في اللحظات السنوات بتاعتنا اللي احنا متابعين عليها. طبعا انا بنذبح انا الخروف تحت ايدي، متعود على كده يعني الحمد لله. الخروف ده جبناه امبارح، يحيى سماه فرع. نتوكل على الله هنجيبه وهنرجع لكم تاني. ممكن من المايه
شيخ حمايزه. والله 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 صوت شيخ حمايزه. تعال نجرب يا شيخ. يا شيخ حمايزه كل سنه وانت طيب. ايه عم راح نزل لنا بالمنظر ده كده. هو ده منظر جزار ده؟ لا امال ده ايه؟ شرشيح.
ده منظر شياكه يا لهوي يا معلم. كل سنه وانت طيب. طب هتسلم على الناس الطيبه هو ولا ايه؟ جبنا خروف وذبحناه لونه اصفر. اه اصفر. وبابا لسه ماسك الصندور وهيكسر فيه. اه ماشي يا باشا. طبعا احنا اهو بنشطب اهو بعيد خيطنا بس شغالين بقى على مهنتنا خالص. اللهم استعان. ربنا ما يحرم اي حد. ربنا يوسع علينا جميعا. لا ما انتش طالعه. انا هننهي الفيديو معاكم بقى كده. صلاة حضراتكم بخير ويا رب دايما كل سنة نبقى مع بعض. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.